اهلا بكم في فيديو جديد في سلسله ماين كرافت سنجل بلاير. بعد الحلقه اللي فاتت اللي حاربت فيها التنين والوزر بوس وعملنا بازل تفارم، حلقه النهارده هشتغل على موب تراب ومش اي موب تراب، ويلا بينا نبدا. بعد ما رجعت لكم شفتوا الحلقه اللي فاتت، طبعا اوريكم البيت والكلام دوت، اشتغلت على كمان خلفي بقى الكواليس، هوريكم الحاجات اللي اشتغلت عليها الكواليس. اشتغلت على الاستورج، وهنا حبيت كده اخليه زي مخفي، اخش وبطلع من غير ما يبقى ظاهر او من غير اي بيبان. طبعا هو المكان لسه هغير فيه شويه ديكورات، وده المكان بتاعي. طبعا ديكور كده مش اقوى حاجه بس يعني مادي الغرض، وده طبعا الاستورج حطيت فيه كل الحاجه اللي انا محتاجها عشان ما بتديش احس ان انا بقى حاجتي كلها، وبدات ارتب كل حاجه. طبعا نزلت وجمعت حاجات تانية كتير، واريكم كمان حاجه تانية. خلينا نطلع. واستكشفت كذا حاجه وجمعت شويه حاجات كده من الجنجل، وشايفين اهو البيك. خلينا ننزل من هنا. بعد ما نزلت شفتوا كميه المساحه اللي انا مكسره ديت. المساحه دي كلها ناوي اعمل فيها الفيليجر، ان انا احط هنا الفيليجر هنا للتبادل، هنا اعمل معاهم تريد عشان اجمع. طبعا لسه هشتغل على الديكور وبس. دلوقتي خلينا نطلع. تمام، ده المكان اللي انا اعمل فيه المفر. هطلع من هنا، فين هنا النص. تمام، ده النص. هنطلع من هنا ستاك. خلينا نطلع من هنا ستاك كده. او بس قبل بس ما نطلع خلينا بس نجهز الحاجة اللي انا محتاجها في الاول. محتاجين مثلا اربعة، خلينا نحولهم ليه ستون بريك، ومحتاجين ديسبنسر، ومحتاجين الشمع. دول الحاجات المبدئية اللي انا محتاجهم بس، ومش محتاج اكتر من كده. خلينا بقى نكسر ونطلع. هنطلع هنا 64 بلوك، وبعد ما نطلع هنبتدي. تمام، بعد ما طلعت 64 بلوك اول حاجه محتاجينها، محتاجين هنا ديسبنسر. تمام، وبعد الديسبنسر محتاجين نطلع من كل اتجاه 7 بلوكات، او 1 2 3 4 5 6 7. تمام، من كل اتجاه. لو انت ماشي معايا نفس النظام تتفرج وبتنفذ هتطلع من كل اتجاه كده 7. ودلوقتي بعد ما تلاقي من كل اتجاه 7 هنبتدي نوصلهم زي ما انتوا كده شايفين اهو، نفس المنظر شايفين. هنوصلهم كده، وبعد هنطلع برضو من كل اتجاهات نفس الشكل. المفروض دلوقتي الديسبنسر دوت هيطلع ميه، فالميه هي هتمشي على نفس اتجاه وهتقف، وهم هيبتدوا يقعوا. خلينا دلوقتي بس ناخد الميه. ودلوقتي هنطلع بلوكتين، واحد اتنين، الميه يقف عليهم، وتالت بلوكه هنحط فيها ديسبنسر، وهنكمل نفس الكلام. بس اهم حاجه بس عشان ما ننساش، محتاجين نشمع. لازم هنا نقعد نشمع عشان لما نيجي ننزل نشتغل تاني ما نلاقيش اي وحوش مراسبنا. نفس النظام دوت. خلينا بقى نطلع برضو من كل اتجاه 7. هنفضل شغالين على نفس النظام دوت لحد العدد اللي احنا محتاجينه. فانا مثلا عامل 12، فحاول اكملهم يعني 1 2، وهنكمل برضو ايه الباقي. دلوقتي خلينا امشي على نفس النظام واخلص وارجع لكم تاني. تمام، رجعت لكم بعد ما خلصت كل الادوار، وخلصنا اكتر جزئيه متعبه وفيها شغل. وبعد كده بقى باقي الجزئيات ما فيهاش اي تعب، واللي بس الفكره ان احنا دلوقتي هنجيب اوبسيرفر. خلينا بس ناخد دلوقتي الاوبسيرفر، وانا 15 مش عارف هيكفوا ولا لا، هنجرب. هننزل بس ناخد كده في ايدينا، ننزل ونقفل، وبعد كده نحط هنا تحت اوبسيرفر. بص عايزينها في اتجاه ده، لا مش كده برضه مش اتجاه. ممكن ننزل تحت تاني. تمام، ونحط هنا الاوبسيرفر. شايفين محتاجين ان الاوبسيرفر يبقى السهم بتاعه كده لتحت. وبرده نفس الفكره، هنسيب الفتحه الموجوده دي موجوده عادي. واقول لكم ليه دلوقتي. هننزل انا بس ناخد دي كده ونعمل كسر بس كده كل دول، وننزل تاني نحط اوبسيرفر لحد ما نوصل لاخر دور. سهله جدا. وبعد كده نبتدي بقى اخر حاجه، هنحط الميه ونبتدي نشتغل فوق على الريدستون، ونعمل نظام ان هم اول ما ينزلوا يموتوا فين. مفيش تاني خلاص، موب تراب سهل جدا مش معقد زي زمان. تمام، وقعت ولسه باقي معايا تلاتة. في كده مشكلة، انا كده مش متأكد ان انا لو كنت حطيت فيهم كلهم اوبسيرفر ولا لأ. وادي اوبسيرفر وادي اوبسيرفر، هيتأكد برضو من الاوبسيرفر تاني واحنا بنحط باكتات المية. خلينا ننزل نملى باكتات المايه اللي معانا. فين باقي باكتات المايه؟ هنا تقريبا. تمام، ست. خلينا نملاهم. ودلوقتي نرجع نطلع تاني ونملى باقي الباكتات ما عدا اخر دور. اخر دور مش هنحط فيه اي باكت مايه عشان ده اللي هنشتغل فيه على الريدستون. تمام، اول المكان ده مش هنحط فيه اي مايه. هنطلع
واحنا بقى طالعين محتاجين نقفل يعني ده كده، هنحط هنا باكت ميه خلينا نحط هنا، نقفل من هنا وننزل من اتجاه تاني ونقفل من هنا، وده حطينا خلاص في الميه، يبقى ده نحط فيه ميه ونكسر، نقفل من هنا ونحط هنا ميه. وخلينا برضه عايزين نتأكد ان كل دور احنا حاطين فيه الاوبسيرفر بتاعه، ونقفل كده فوقنا بعد ما ننزل ميه والاوبسيرفر موجود. لما وصلنا لاخر دور هنحط فيه ميه، وبرضه بقى معايا كذا باكيت ميه. تمام، نسينا طبعا اخر دور نحط فيه اوبسيرفر، ننزل هنا ونحط هنا اوبسيرفر وبس كده. خلينا بقى دلوقتي بس احنا محتاجين نقفل ده. تمام كده احنا المفروض خلصنا كده، احنا مش هنشتغل غير على الريدستون. تمام رجعت لكم، رحت جبت حاجة الريدستون كلها. دلوقتي محتاجين نفضي مكان نشيل الشمعة ديت، ومحتاجين، لا مش محتاجين اوبسيرفر، محتاجين 2 ستيكي بيستون. تمام هنحط هنا 2 ستيكي بيستون، نحط هنا واحد وهنحط هنا واحد. تمام وهنحط هنا بلوكة ريدستون، وهنحط هنا 2 ريدستون دست، ومحتاجين 2 هوبر، نحط واحد هنا وهنحط ده، هنوصل ده بده، وبعد كده هنكسر ده ونحط ده، نوصله بده، وبعد كده محتاجين 2 كومبارتور، هنركب واحد هنا وواحد هنا، وبعد كده بلوكتين، ادي بلوكة وادي بلوكة وادي 2 ريدستون دست، 1 2 بس كده. وهنا بقى نبتدي نشغل، هنحط مثلا هنا ايه، خليها 24 بلوك، هنشوف كده. بس اول ما الـ24 يخلصوا كده خدت اشارة، المفروض كده نبص المايه كلها اشتغلت والشموع كلها وقعت، بعد الـ24 ثانية هترجع تفصل تاني. تمام شايفين ده هو النظام. دلوقتي محتاجين نعمل كرافتنج تيبل، وبعد الكرافتنج خلينا نحط هنا كرافتنج، عاوزين نحول كده دول مثلا كده اهو، ونطلع من كل اتجاه 8 بلوكات، يعني من دول كده نطلع من كل اتجاه هنا تاني 8 بلوكات، ادي واحد لا كده 9، خلينا كده 8 من كل اتجاه، وهنرجع تاني برضو نوصلهم. فخليني هوصلهم وارجع لكم عشان نشتغل على طول على النظام اللي تحت، يعني احنا نظام ان احنا نخليهم يموت ازاي. بعد ما خلصت الجزء التاني دلوقتي شايفين طبعا كمية الرسبان اللي بتبقى الترسبن تحت، هما بدأوا يقعوا. فدلوقتي خلينا، انا محتاج اوقفها، محتاجين ليفر، محتاجين ليفر ومحتاجين نوقفها هنا بس كده، المفروض كانها وقفت. تمام كويس نشغل على الميه. خلينا بقى نطير كده لفوق، بس المفروض كده ان هما كده اختفوا. تمام عملوا ديسبون. دلوقتي خلينا بقى نطلع تاني، خلينا بس نقتل ده ونطلع. واحنا طالعين هننزل مثلا قبليهم بست بلوكات مثلا او حاجة. تمام انا شايف المسافة كده كويسة، خلينا بقى ايه نجيب بلوكات كده ونطلع نبناها هنا، ولا كده بعيدة؟ لا كده كده مناسبة جدا، يبقى نكسر كده دول، مش محتاجين كده كل دول. ده النص، هنطلع من النص دوت 9 بلوكات، خليها 10، هنطلع من كل اتجاه 10 بس، هنطلع بالباكت ايس، نكسر دي. تمام كده يبقى هنطلع دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من بعد كده 10 محتاجين نطلع برضو من كل اتجاه 10. تمام بعد ما وصلنا لكل اتجاه كده اهو 10، هنوصلهم بقى في بعض، بس هنوصلهم ببعض كده عشان نوصلهم زي فوق. يبقى نملى كل ده. تمام ورجعت لكم تاني بعد ما قفلت المكان وحطيت فيه هنا زي ما انتم شايفين كده، عملت السور وحطيت قدام كل يعني كل زاويه بلوكاليه عشان نحط فيها كده ميه. خلينا برضه نروح هناك ونحط هنا ميه، خلينا بس تشيل دول، وهنا برضو ميه، واخر مكان برضو هنا ميه. خلينا بدأت نطلع نروح نعبيهم تاني البلوكة دي عشان لما نيجي نملى كل الزوايا او كل الاطراف ميه ما يتحولش اللي في النص ده لسورس ميه، احنا مش محتاجينه سورس، احنا محتاجين ان هو يزق الماء لقدام. خلينا دلوقتي نبني كده اهو، ادي خلاص بقى كده اللي في النص ده اتحول عادي، فنبتدي بقى احنا ايه ناخد، ممكن نقعد نعمل كده ايه اسهل. تمام تمام بعد ما خلصنا زي ما انتم شايفين كل الزوايا اتملت ما عدا الجزء ده، حاجه كسره بس الاول عايزين نشيل اللي فوق.
تمام. بعد ما خلصت دلوقتي بس هنكسر كل اللي في النص ده كده، عايز بس نكسر اي حاجة فيها بلوكة مية بس كده، بس نبتدي نكسر دول وبس كده. المفروض طبعا كل دول هيشتغلوا وهيبتدوا ينزلوا ويقعوا ويموتوا طبعا حسب بقى المسافة، عايزينهم يموتوا على مسافة قد ايه، وتقريبا بيموتوا على مسافة 23 بلوك. شوف هنحسب مثلا من هنا كام بلوكة، مثلا من هنا نحسب بعد كده 8، ودي 9 10 11. تمام، انا نزلت 30 بلوك عندي، ومفروض بقى نطلع كده ونحط هنا هوبرات ومثلا شيستات وخلاص الموضوع خلص. معايا ايرون، خلينا دلوقتي نعمل بس شيستات. تمام دلوقتي كده اهو هنبتدي بس ايه نعمل ال5 بلوكات. تمام دول ال5 بلوكات، ومحتاجين نيجي هنا مثلا في النص ونعمل كده اول شيست، دول مكان الشيستين، خلينا ناخد هنا شيستين. ودلوقتي نوزع الهبارات، تمام وبس كده. طبعا المكان ده كامل هيتغير خلف الكواليس، انا بس حبيت اعمل المكان اللي انا اوريكم منه، هنشوف هنجمع قد ايه وبس كده. دلوقتي المفروض ان انا هطلع اشغلها ونبتدي نشوف انا جمعت قد ايه. خلينا نطلع مثلا، ممكن نديها 2 دقيقة او 1 دقيقة، كفاية 1 دقيقة مثلا، نشوف في 1 دقيقة دول انا هقدر اجمع قد ايه. خلينا نشغلها، ومحتاجين من نص هنا كده نطلع تقريبا مثلا 22، خليها 20، ادي كده 2 هم هم ال 20 هم موجودين، خليها 22 نطلع. وهنقف ايه في كي بالظبط، مثلا ممكن دقيقة كاملة، ونشوف في الدقيقة دي هننزل نشوف انا جمعت قد ايه. تمام تقريبا كيف الدقيقة، خلينا ننزل نشوف طبعا غير اللي بيقعوا تحت او شايفين. هي دي بقى المشكلة، ان في ناس ممكن ينزلوا معاهم مثلا تطورة فازر فولينج، شايفين يا جماعة ده دي في دقيقة ولسه تقريبا كمان لسه بيفضوا، بس نفس الفكرة دي. انا هغيرها كده ورا كواليس، وطبعا غير اسبانه محتاج اشمع المكان ده كله واشيل بقى اللي تحت ده كله اللي انا خلاص مش محتاجه، بعد كده اطلع بالالترا، وممكن اعمل فوق فيشنج فارم من مجرد ان انا اقف عليه ويقفك وابقى كسبان وقت من ناحيتين. تمام وبس كده، كانت نهايه الحلقه. لو عجبتك تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وسنة الحلقات الجديده والمشاريع الجديده. وان شاء الله الحلقه الجايه هنشتغل على اكس بي فارم، لسه مش عارف هتبقى جولدن فارم ولا هتبقى اندرمان فارم. وبس كده كانت نهايه الحلقه، ما تنساش تدعمني ومع السلامه.